وسهلا ومرحبا بكم في القفة. يعطيكم الصحة الناس الكل، يبارك لكم الناس الكل، اللي قاعدة اليوم تعاون وتساهم باش القفة توصل للعائلة اللي تستحقها. احنا في سونتر فيل تحديدا قدام سوق سيدي عبد السلام، السوق هذايا باش ندخلوا السوق باش نحاولوا شنو نجمو نعبيو في القفة بعد ما يشين سوق الوردية. قبل هذا الكل حبينا نقولوا جوايوزاني فيرسير تاتاتا، جوايوزاني فيرسير. اليوم عيد ميلاد مروان هذايا اللي عامل فينا في القفة واللي قوشيع نهار بنهار يعيشك، لله يبارك لك يسترك يعيشك ربي يخليك يعيشك. مروان اللي عامل فينا ما يعاني في القفة، معاناة القفة راهي ويعمل فيه بجو، عامل جو شيخ. قلت ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله تلم لسانك تلم فمك يا مروان، ما عادش تحكي مروان عقله خير، خلي خيط فمي يمشي تبارك الله عليه، ما شاء الله عليه، ان شاء الله ربي يعطيك الخير يا مروان، ربي يبارك لك وربي يخليك عايش خويا. دونك هاكا العيد ميلادات فهمت علاش يجوك معايانا، ما يجوش مع امل حلقة امل ما فهمش عيد ميلاد، في حلقتي انا يجي هاو ماهر عيد ميلاد، هاو مروان عيد ميلاد، هاو نهار اخر الناس تجي يقول لك عيد ميلاد. ربي يستر ان شاء الله ديما فرحانين يا جماعه، ونشدوا ثنية وندخلوا السوق سيدي عبد السلام. استفتحنا يا ربي العمل عليك ونبدا، ربي يبارك لك، ربي يخليك يعيشك يا سيدي، ربي يفضلك يعيشك. شكرا. السلامه يا جماعه، اول مره نجي سوق سيدي عبد السلام. مرحبا بك. القفة يظهرلي عامرة هون ياك ولا ايه؟ باش نبداو بالخضرة سيدي، السلام عليكم. في القفة هذا مرحبا يا سيدي، ربي يخليك يبارك لك يبارك لك، هاي خلصنا حطنا فيفا عامرة، يبارك لك ربي يخليك ان شاء الله نهاركم زين وربي يشكر من خير ويعيشك. ما يحبش يتصور عطاني دجاجة يشكر هو يعطي الصحة، قال لي ما تصورنيش، يبارك له يعطي الصحة. الزين والعين وتبارك الله ما شاء الله عليك، نراو فيك في التجربة ربي يخليك، المرأة الباهية اللي تجري. أول مرة نجيكم سوق سيدي عبد السلام؟ أول مرة أي مش عوايدي هنا، قلت اليوم خا نجي سوق سيدي عبد السلام. سيي باهي، هذه الدجاجة، يبارك لك يبارك لك. هذه الدجاجة عندنا زوج دجاجات حتى تو في القفة، هاكم يا جماعة زوج دجاجات القفة، هذا يبارك لك وان شاء الله توصل للناس اللي تستحق، يبارك لك يا حاج. يجاو مثالي، ادعيني خلينا نكمل. نعم ادعيني خلي القفة تعبى. وقت اللي نصلي ماضي ثلاثة صبيح احنا دايما. لسا شي حاضر قال لي من غير ما تصورني. راونا على بعيد الناس بدات تعبي وتحط وحدها من غير ما احنا نقولوا. يبارك لك يعطيك صحة يعيشك. انت ايش تحب تعطي القفة؟ ليش مازي بالقفة ساعة مش نعطيك، وين الغلة ايش تحبي تنعطيك؟ يبارك لك. مش اشرب كله عطين حتى كي نعطي الخضرة عطين، يرحم الوالدين وربي يستر. خيرات ربي. يا ريتي جيتي من دار الفراغ، انا ما جبنا السلعة. مسيليش. عندي جعفر. كل حاجه كل قفه وقسمها، كل قفه وقسمها، هذيا ما كلت الجيش وغزينا منها. سامحونا جماعه الجيش، راكم في خدمه البلاد والوطن، راكم حماه الوطن، سامحونا ما كلتكم كليناها. مش عارف نقول لهم عليها نقصوا القفه. ايه يا اخي مش غاديك يا اخي؟ انا جيت انا عم ماك جاي غادي يا اخي، من هنا من هنا وراجع من غادي. جاياتك جاياتك من غير ما تسطر، جاياتك جاياتك جينا غادي. هاي كم ناس بغا هاني شي لا لقيت خارج هنا والله هاني راه نتغش عليك، راه فما حاجه هنا ما بيناتنا. قالوا هنا راه اشترى القضية تنزل على الدار، صحيح الحكايه ولا لا؟ قالوا هكا قالوا هكا. شوفوا والفلوس تز فيها في جيبها هكا كما شفتش الفلوس تز جيب زعما. اي جي غادي الفلوس تحطها في جيبها. هاتوا القفا هاتوا القفا خلاص.
لطفي يا ربي، لطفي يا ربي، لطفي يا ربي، لطفي يا ربي. انا مرة طيبة حشينا وحشنا مرة طيبة هذيك. ليه وماكلة زويني تصور ماكلة زويني ناكلوها نحنا. شنا كعبة بندقية قاعدة سيدي بارك لك ربي يخليك يعيشك. عايشك. وين الساكن ما ديتهالش؟ هم قاعدين يبذروا، هم قاعدين يبذروا. ها بنتي هذا محلال المحل اللي كنت خاص. فريز حطيت لي فريز ليا ليك انت يا ليانا ليك انت يبارك لك ليك انت يا خويا قال لي تحط لي زيدك شويه لا لا يزي نحط لكم شي طبانه لا لا والله لي والله لي والله مش لي وخايش وحده اه كيف يخليك لك انت خاص هذا يعيشك اهم هذوما مع كعبه التومسون ليا الراجل قال لي تحط في جيبك قبيله اخرتها هذه اخرتها قال لي شنو مشي لك قال لي تحط في جيبك يا انتي فعلي يلا تعالي الله يبارك لكم الكل مواطنة من تونسية هي تونسية مقيمة خارج حدود الوطن فيتن مرحبا بيك شنو حوالك لباسة منورتنا محليك البارح جيت اي ولا جيت البارح كي سمعت بالقفة جيت اي جاية ماي برك الله عليك عندي برشا حاجات مع بعضها برشا حاجات مع بعضها ديما تكلم فيا ديما تكلمني في القفة ديما يا هلا نشوف فيك يا هلا راهي بنتي وليت كيفك يا هلا راهي بنتي خذتك ليكزامبل كيفك انت وليت تلم في القفوف وتعبي بالحق بنتي ديجا البارح كلمتها اي البارح تعبي في القفوف وتهز الناس جيو 3 نتاع الصباح ما شاء الله عليهم بعد باش نتقابلوا وانت باش تعملي معنا دورة هوني في السوق اي نعم معك دورة بنتك انت تشوفي احنا نتصوروا حتى حد مش ديريك من يشوفونيش بعديك السوربريز اي السوربريز عندنا دي مش تعرف فيك مش تقدر القفة اي اسمعوا خاتي هذوما مدوهم لي ليا قالوا لي لي حليل هكا ولا انت نعرفك يعطيوك ليك وبعدين تعطيهم نعرف ربي خليك مرة توها الشركة عمبر مرة قتلها ليك ما ديتها لي ما ديتها ربي خليك بس لي عبيلي الحاج بس لي عبيلي عبيلي ومتين حب المشمات ربي بارك يا عايشك يا عايشك رقم لي كدي خاص هذوما لي انا خاف ركزوا بربي ربي بطيخ يبارك لك ربي يخليك يا عايشك ان شاء الله ديما عامره يا عايشك على رحمه امي وبابا شو اسمه امك وبوك امي زينه وببراي ان شاء الله على رحمه امها زينه وابوها ابراهيم ربي يرحمهم وينعمهم وفي الجنه يا ربي اجمعين يا عايشك لله ربي يخليك ربي معاكم ان شاء الله امين يا رب العالمين عايشك لله عايشك يبارك لك على الفريز المدخل يعيشك ويرحم والديك يعيشك يعطيهم الماكله ويعطيهم الفلوس يعطيهم الماكله يعطيهم الفلوس انا ما عطينا يا سيدي على الاقل عنده الشجاعه عنده الشجاعه باش يعبر على على برشا ناس قاعده تخمم فيها قال لي تعاكعك تفكف تدبر في راسك تحط في جيبك تحط في كرشك تنزل دارك انت يزمك تو قدام الكاميرا صرت تبرر لهم موقف نتاعك تقول لهم راني ما عنديش هذه راني انا معناها القفه نهزها من رجله انا لا ابرر قالوا تهز ينهز قلتوا تفتف اي تفتفوا والناس الكل قاعدين تفتفوا نحطوا في جيبنا اي كلنا نروحوا كل واحد 5 ملايين في جيبه شقابكم باهين فرحانين الفايده انتم فرحانين الفايده انتم فرحانين بركه افلكم اما احنا مش مشكله اللي عند ربي عند ربي انتم خموا اللي تهبوا وسعوا بينكم بهي قد لميت مسجد 5 ملايين اكثر 5 ملايين الحين مليون 5 ملايين خلنا نديه واحد خلنا نديه حاطين البطاطا يبارك لك عايشك سيدي ربي خليك اسمع هي و اي هي سلعه هي وشقف وسلعه شقف كامل شقف وسلعه هذه نتاع شقيقتنا مصر يجيبوا لنا فيها في السلعه شوف تبارك الله شوف تبارك الله هذا يقول لي نحن يمشي ويعبي سيدي يزي في البركه ولا خيرات ربي ما شاء الله وليناش نقولوا يزي عبي خيرات ربي ولا ناش نقولوا يزي للراجل في البركة الكرنب مش بيني من الشمس ناتي سبحان الله محليها ومن الناس وتبارك الله عليهم يبارك لهم الفلفل اللي في النصب الكلم والفلفل الغالي الفلفل اللي في النصب الكلم هنا وحط هنا يبارك لهم يعطي الصحة ربي يرحم بوه ربي يرحم عم حمودة ربي يبارك لك ربي يسترك وربي يشد لك في صحتك في صحة صغيراتك ربي فضلك ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك وربي يسترك رحمة على أمي وعلى بابا وعلى راجلي وعلى أخواتي استنيني رحمة على أمها وعلى راجلها على
وعلى اخواتي الاثنين وعلى اخواتك الاثنين وعلى بابا وعلى ابوها ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله في الجنه يا ربي. يلا من سوق سيدي عبد السلام اللي تبارك الله تبارك الله وما شاء الله قفتنا عامره ما شاء الله وتبارك الله. امين خاطر قلت لي انا جايه للورديه وجايه لسوق الورديه اللي هو في الاخر دور اسمه سوق الكباري. انا ضايعه الباري الورديه في الاوراق مقيده ما هي الكباري الورديه الكباري رسمي انا هاني هنا دونك شحال ناقص عندنا اللحوم ناقصين الخضر الكل عندنا هنشوفوا شويه معناها قفتنا عامره هنزيدوا نحطوا شويه حاجات منا ومنا وبعد نشدوا ثنيه نفرشوا عدا ثم سازاري عيط لهم من هنا عسليم شو اسمك انت؟ ميساء اعطيني بوسه ميساء محليها ميساء تبل مرشد النور يقول لي يقول لي العسوله ويقول لي اخويا واحده في حنا بعد مرشد النور ربي يبارك لك العلوش غالي هاو علوش شفتوه احسن حل يا جماعه في عروض السنه نشوف العلوش ناخذوا حيدك هيك نتصوروا به نعملوا به تصاور نعملوا به فازات ونقضوا على روحنا مش لازم العلوش العلوش اللي مليون ونص وجوز مليح خليوها يرحم الوالدين يعيشك يرحم الوالدين ربي فضلك يرحم الوالدين يعيشك يبارك لك ربي فضيكم وربي يعاونكم ربي خليك سيدي عايشك ان شاء الله بحول الله تفرج ما تقعدش هكا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ربي معاكم انتم لسعد الناجري مقيم بباريس خلالي أمان عند ولد عمته يعطي صحة من عند لسعد الناجري مقيم خارج حدود الوطن سيدي الأمانة وصلت يا لسعد الناجري أمانتك وصلت يرحم والديك يبارك لك نحبوا سبيطار الجابس راس سبيطار الجابس طاح من الويدان على رحمة رجلها بربي حطت هذه حطت على رحمة رجلها يرحم ونعمل مرأة قالت لي جا الحانوت يبارك لها يعطيها الصحة ثلاث الحوايج يعطيك الصحة يا لالا على رحمة ابراهيم على رحمة ابراهيم هذوما يبارك لك يعيشك وهذه زاد على رحمة ابراهيم على رحمة ابراهيم عمي عمي عمك اللي هو رحمة ابراهيم ربي يرحمه وينعمه هذه على رحمة خويا ابراهيم على رحمة خوك ابراهيم اي وهذه على رحمة امي على رحمة امك ربي يرحمهم وينعمهم من خير ويخليك يعيشك ويسترك ربي يبارك لك محليك يخليك يعيشك على رحمة جدك ربي يرحمه وينعمه يعيش ولدي الغالي يعيشك حفيتة من وراسها يا سور حفيتة جميلة محليها سور حفيتة شوفوا محليها شوفوا مزيانة شوفوا محليها تدلل كعبين حوت الغرفة بحيات راس المعلم بحيات راس بابا وامي خالف الحبش وشي يعمل نطلب الفرج لامي ربي يشفيها ربي يشفيها ميمتها ربي يعافيها يبارك لها يا عايشة سيدي على رحمة بابا الهيد على رحمة بو الهيد يا ربي يرحمه وينعمه كيف عشيني غاز يمكن الدار اللي نمشي لهم معندهمش حتى غاز معناها على الاقل بلاك نتاع غاز تصلح الناس ما عندهمش غاز الناس يستحقوا معناها يبارك له ها هو يدوبان يبارك له هاي بلاك نتاع غاز يبارك لك ربي يخليك يعيشك بفضلك يرحم والديك ريحة النعناع ما بنت القفة يبارك لك لالا يعيشك سيدي ربي يبارك لك يستر سيدي ربي يرحم والديك يعيشك يبارك لك يا حاج يا حاج أمم ركز معايا شو هو البيض الأخضر هذاك جعفران مخلط وتسرغين مخلط من كل يشيرة وش ينحي هذا؟ ينحي الكساد وكساد وينحي الدنيا كل ينحي الكساد اي قول لها حني حني هاي حني 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 تزيدها اضرب خلي
شيخ روحك يضرب المشي يحصل هذاك هو حط غادي قالت لي هلا ها وما نحبش نتصور ها هاي ربي يبارك لك نزيد نعاون باهي هيا نحب نعاون ونزيد نعاون هكا هو ربي يفضلكم وربي يحييكم هكاك فماش بخور اللي نسالوا فلوس يرجعهم لي يا بنتي ناي الغضبانة تجي تروح قدرة الله تروح إن شاء الله واللي اسمع واللي سال والمسال يخلص ورد الكبارية يا هلونة منورة بماليها الكبارية ربي يخليك يعيشك ومحليها الكبارية وأحلى خفة وأحلى كبارية نمشيهم يخليك على رحمة محرز وعلى رحمة أمك على رحمة محرز وعلى رحمة أمها يفضلك يعيشك وصلنا لهوني المنطقة من عش في الوردية ذهولي الوردية من عش حي هلال هذا حي هلال قالوا لي مش الوردية تعرف المنطقة أنت خويا يعرفها قال لي ذهولي حي هلال ذهولي مدخل حي هلال ولا حاجة ثم انت على الاسوسياسيون سامحني مروة سامحني سامحني مروة أنا الحق أنت قلت لي على الكاذا exactly قلت لي باش نوريك الدار سي سا كا فريمون سبيسيال أنت مشيت لها قبل إيه مشيت لها والله وكيفاش الوضعية انكرويابل جامي شفتو في العالم كامل جامي شفتو بنغلاديش باكستان سنتي لاكسون تاعك شويه انت لاكسون كيما سوغمان ماكش في دون سنتي لا نعيش لبرا في فرنسا انت بنت فيتن ايه بنت نشرفوا الى العربي ربي يخليك عايشه فوالا هي بنت فيتن لاسوسياسيون شو اسمها لاسوسياسيون ليبتيس حليمه ليبتيس حليمه ليبتيس عسلامة لاله عسلامة لباسة شنو حوالك الحمد لله لباسة شدة في احنا عرفنا شكون ساعة ولا ايه انا عرفتني انا ما عرفتكش برنامج القفة تعرفوه هاي انا اللي نخدم فيا ان شاء الله انا كاني نهز في القفة عرفتها هاي لباس لاله كنت قبل بالتلفزة ما عنديش تلفزة ما عنديش في التلفزة فما تفرش عندها الحق لباس انتي والله شدة في شنو حوالك ديما واحد يقول الحمد لله الواحد ديما يقول الحمد لله الحمد لله عايشة انتي وشكون؟ عايشة واحد شي وحدك عندي ثلاثة معاقين ومولا بيتي مدعو بي قد عمرهم ربي؟ 40 سنة على الإشكالية الأم المسؤول عليهم من عايشة مسؤولين ندخل شي وجع القلب شي وجع تسمعوا في الأصوات تسمع في الأصوات الصغار قاعدة أنا كبير مخصصين كل حاجة كل حاجة مخصصين سمحني البلاستيك بديك البلاستيك انت تعاون فيه انا جاني عندي تلفزيون بزاف يجيبوا لي جيرين حتى معنا باش تبيعهم على الاقل تعاون روحها اي نبيعهم اكيد قولي كيفاش عامله في حياتك كيفاش عامله الحمد لله ديما نقول حواشي يعني كيلعب هذيك يلعب بيد تحت الناس هو اللي كيك شد معناها شكون قايم بيكم وشكون قايم بيا قايم بيا احنا اللي عاونوا فيه الله يرحم والديه مرة شوي فلوس مرة منه ومرة منه ومخلي لهم بوها من 300 ألف 300 ألف فهمتي وما أنا مستورين في الدويرة وأنا طوي حكي نحكي معهم يسمعوني يفهموني لا لا ما يتكلموش يمشوا بالدواء معنى أنا توكي نحكي معهم تفهمنيش ما تكيك شو اسمها هي قال لي طبيب عما هم هكا شو اسمها هي اسمها نجوى نجوى يا نجوى عسلامة أنا عسلامة شنو حوالك هاي سلمت علي وانت لا سكر لا طماطم لا قرايين فلفل حتى لا تعرف خضرة لا حتى يعني وليدات الحليل يرحم والديه هم قبيل الجنة اللي عم بين الخير وكيف هم يحنوا علي انا تعرف شكون دلني عليك فيني مروة هاي دلت عليك دلتني عليك المرأة هذيا تفكرني يعاونوا يعاونوا فيك هما هما يعاونوا يجوني يستعان بليك ربي يرحم والديه ربي يبارك لهم ربي يخليك يا مروة ربي يفضلك يعيشك انا عزيزتي اول مرة كيف دخلت كيف شفت هما والله قلبي معناه هما صحت حتى انا مسمعش الصوت قبل نقول الصوت شنو
مهجورين دقدق على الباب والباب يدقدق وحده وهما فرحانين راهو حتى ما تعطيش حتى شيء يفرحوا هما اي واحد يطل عليهم يفرحوا وحدهم من غير حتى شيء من غير لا تعطي واني قلت لها واني قلت لها تحب عزيزتي قالتني الحمد لله ربي الناس هذوما نحب نعطيو قلبي نعطيهم كل شيء Ah ok c'est pas grave mais je comprends rien. Et tu passes la télé. Ok c'est pas grave. Tu comprends? Oui ça je comprends. On a ramassé un truc. Ça quand tu comprends ça il y a un truc. Mais محليهم وشوف محليهم كيف يتعاملوا معاهم بالحق محليهم فرحانين ما يستحقوا شكون يشوفهم هكا شكون يشوفهم هكا هو يزي قلت لي لنا شنو ماذا بيك قلت لهم مش سهل قبيله قلتها كلمه مش سهل المراه عامله عمليه على القلب عندها ثلاثه صغار من اصحاب الاحتياجات الخصوصيه معناها المراه هي بيتها ماذا بها شكون يقيم بها هي اليوم بخلاف اللي هي ما عندهاش هي شكون يقيم بها تقيم بثلاثه صغار عمرهم 40 سنه كاينهم دبيبي قلت لك انت قداش عندك صغيرات عندك ثلاثه ولا عندك اكثر كانوا عندي ست اولاد معاقين عندك ست اولاد معاقين من اصحاب الاحتياجات الخصوصيه اي ثلاثه بعد وينهم ثلاثه ميتوا ميتوا قد عمرهم واحدة مات 35 سنة وعشرين سنة انتي وراجلك تقربوا لبعضكم قال لي بن حميد ديما راهو زواج الأقارب ديما ربي فوق علينا من زواج الأقارب مش ليخذ مش لازم تاخذ بنت عمتك ولا بنت خالتك ولا بنت دراجكو خذ واحدة ما يسيدي بعيدة مش لازم العائلة العائلة خلي سلة الرحم تطلع عليهم يبارك لهم يستر لهم عايد عليهم في العيادة ما تاخذوهمش مش اليوم تعرس بنت خالتك ولا بنت خالتك ولا بنت عمتك وبعد تقول والله جاوني صغار معاقين الوقاية ها ماهر معنا تكنيسيان سوق قال لي مش لازم مش ديما كان ما يجيش في لي زونفون نتاعهم ماهر قال لك حاجه كان ناوي على ولد عمتك بنت عمتك نساها كان ناوي على بنت خالتك نساها من الخريطه هاو نقول لك من توا يا سيدي ولا تحكي هكا معاهم الحمد لله كي عارف انساهم من الخريطه انساهم قلت احد يسمع محليها دوشه تلوش راح الدوش ليه وراهم مضيفات راهي الدوشه لهم ليه يا بيهم او كطفل يدوس لداخل وين العروسه وبحليهم الشعيرات فهمت اللي انا نحكي على شعرها قلت لها بحليهم شعراتك كيف عملت هكا بحليهم شعراتك يا نجوى بحليهم حسن لالا قل لي من عشان اليوم ساعات تمشي العائلة قفة يقفة وبعد شو مش عمل قفة انت شنو ناقص قل لي ما عندهمش دوش ما عندهمش تلفزة ما عند فماش تلفزة ما عندهمش تلفزة اي فماش دوش دوش عندك شو مش دوشة في القاس قاس عندك عندي قاس مش وبي عايش بكون وميح شو تتمنى على ربي هكا تهز عينيك لربي تدعي ربي شنو تقول يا ربي تشفيه تعطيني صحة بدني ان شاء الله نهار اخر هم يموتوا قبل ونا في جرتهم باش نتهنى عليهم معناها سبحان الله اغزلوا سبحان الله ماشي لا فهمتك شوفوا ام شوفوا جيعة الام شوفوا قلب الام فين وصلت المراه تتمنى قالت ان شاء الله هما يموتوا قبلي وانا بعدهم علاش المراه اليوم معناها يقول قايل علاش اليوم ام تقول لك ان شاء الله ولادي يموتوا قبلي وانا بعدهم مش متخليهمش مطيشين شكون باش يعانيهم شكون باش يكاليهم شكون باش يقيم بيهم قاتلك يجعلهم قبلي وانا بعدهم معناها مصعبها الحكايه راك تقول فيها وقلبك يوجع فيك فما اليوم ام تتمنى ولادها يموتوا قبلها ما فماش انت هذا كل خاطرك خايفه عليهم ايه شكون باش تلاقي بيهم بعد شكون باش ينجمهم سبحان الله نعرفك اللي تحكي برشا وجيعه والله صدقني نعرفك تحكي برشا وجيعه بايجا نقولك انا مشيت اليوم للسوق مشيت اليوم سوق سيدي عبد السلام مشيت سوق سيدي عبد السلام مشيت الكبارية الحق عبينا الخير والبركه عبينا الخير والبركه باش نهبطوا القفه اللي عندنا وبعد نزيد نشوف معاك انت شنو تستحق بهي قولي اللي تجيبوه مرحبا اللي تجيبوه مرحبا وحليها انت ديجا وريتهم المروه انت وريتها الكاء أيه. انت بنت حومه فما عبيد كيفاش فصلتها خاطري عايشه عندها برشا ديجا على حسب ما انهم يجيو ولا كان يمشيو للمعتمديه يحبوا القضيه ولا فما برشا عبيد انت تحبك تعاونها ما فما عبيد
تستحق كيما مثل خاتي عايشه ما عنديش تستحق. نقول لك حاجه، فما اولويات في الدنيا هذيا، يعني كيف تجيب باش تعاون مع بيت تعرضك، تحبك تعطيها فلوس، تحبك تعاونها. لا نقول لك حاجه، انا اللي يقول يعطيني فلوس ما عطيش فلوس. صحيح، فما بيت تستاهل ولا ما تستاهلش. خاطر لا نقول مش حكيت تستاهل ما تستاهلش، انا نقول اللي نفسه عزيزه ما يطلبش خيتي. فما بيت تستاهل. انا ديما نقول اللي نفسه عزيزه حتى يكون سبحان الله ظروف وصعيبه ويعلم بيهم كان ربي يفهم. ما تمشيش انت تتشحد باش العبد هذاك باش يعطيك، هو هو باش يعطيك باش يعاونك. ربي شوفوا دقيقه سامح لي، كوما صابون اللي ما نطلقش كوما صابون فرش هذا يقول صابون بعد ما دوشت الصغيرات، بعد ما دوشت الصغيرات كوما صابون هذا يقول باش تغسلوا المراه. شوف انت قداش تغسل المراه كل يوم صابون وهي هكاك بيديها. شفتوا اليوم القصه باش تفرحوا عائله، وام باش تكرم بنتها خاطر تعمل في الخير، باش تكرم بنتها خاطر تعمل في الخير. نشكرها علاش خاطر تجي معانا وتعاون وكل عام معانا صابرين ما شاء الله عليها. شو الجيريان انتاجيت اميه؟ وي دوبي لونفونس تو بيبي. دوبي لونفونس. اون ابيت ا كوتي كولي. Ah d'accord. Voilà. Vous venez on vient souvent en Tunisie pour l'association Les Petits. Pour des actes de solidarité. C'est ça tout à fait. Et on fait un peu partout à Tunis, on a fait quoi? Monastir, Moknin, après on est allé dans le désert là. Ça s'appelait comment? Chofou de Barkala. Oulet Darwi et dans le village de Oulet Darwi. Mais il y a bonne fête, Zed. Salat à l'homme. Oui, bien sûr. اه يا ريت فاتن زيد عائله الكل والله ما شفتهم مش توحش شفتوا اليوم اليوم يظهر لي عائله تعاون في عائله عائله تعاون في عائله والعائله الكبيره اللي هي حنا بعنا كيف كيف واقفه على الكل. قال لك شو قال لك حاجه هذا عطاها لي حسن لكحل فسر لنا هذا ديما يعاون فينا حسن لكحل هذا يقطع هذا يقطع في المرشي خاطر كوليك نتاع ولدي هما قضيه جاتك من الخارج برشا حاجات برشا حاجات امانه نتاعه عطاني هو 300 اورو حسن ومرته ليندا ليندا ميناوي فوالا ميناوي ليندا 300 قالت لي بربي بحكي لك فاش وريني فين كاتبه في يدك اه ليندا قاعده تتذكر كاتبه في يدك امانه باش ما تنساش امانه ما فيهاش كلام هذا ديما يعاون هو جزائري يعاون في مروه بنت الشحام اما ما كنتش عطيو فلوسكم لا احنا باش نقضيو بهم شنو تعملوا؟ غساله قال لي يلزمك نجيب لها معناتها باش نعمل لها لاريفي دو لومبيي ونمشيو ناخذوا لها بلاكار باش تحط في معناتها باش ولادها شوف تاخذوا باش ياخذوا غساله غساله في اللاجه نورمالمون غازينيير هما يجيو نورمالمون احنا جبنا غاز جبنا غاز انا باش نكمل تو هنا وبعد نمشي انا وياك امشي معايا صرفوا له فلوس صرفوا له فلوس وبعديك نمشيو ونشريو خزانه خزانه من الملاسين تحب نشوف الملاسين خزانه ونشريو ماشينا لابي يا فاتن اش فما اه جويو زاني ميرسي مروان مسي سنعمل لنا لي سوربريز اما الحق مروان معايا ما لقيتش باش يفيق بيا في الحالات الكل فاحسن حل وصيت جماعه قلت لهم جيبوا لي كادو خبزه كادو في يدكم راهو اليوم عيد ميلاد مروان سمح لي كيفاش على مو سمح لي بارك الله عليك سمح لي ربي فضلها خالتي عايشه ريت شده في يدك احنا ما قلت لك عبينا القفه عبينا القفه عبينا خضره عبينا كل شيء فما ناس عاونت في السوق هاوما ربي فضلهم الناس اللي عطات يعيشهم يبارك لهم يستركم.
هذايا فما جيب جبتو انا في من عند ألفة، من عند ألفة على رحمة الأم حكمات والأب فتحي ربي يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله ربي يرزقهم الجنة. ألفة بعثت أمانة يظهر لي 270,000 دخل مدوهم ربي يبارك لهم. باهي بخلاف الأمانة هذه اللي وصلت، احنا تو باش نمشيو نعملوا دورة، باش تمشي فاتن، باش نمشيو نشريو الخزانة أنا وفاتن ومروة، باش نمشيو نشريو الخزانة وباش نمشيو نشريو الماشينة لافي هكا ولا ونحاولوا نجيبوهم. باهي متفقين لا كان أنا رجعت لكم معاهم ولا هما رجعوا وحدهم، أمانة باش نمشي معاهم متفقين داكور دو. الأمانة وصلت، هذه الأمانة وصلت لخالتي عايشة، هذه الأمانة وصلت. ربي فضلهم الناس الكل، ربي يبارك لهم يعطيهم من الصحة الناس الكل اللي حريصة اليوم باش الأمانة هذيا توصل للعائلة اللي تستحقها. ميرسي الناس الكل أسوسياسيون اللي من فرنسا، يبارك لهم يعطيهم الصحة اللي عاونوا في الناس واللي وقفين مع الناس. ربي جوست احنا خارجين، رانا احنا خارجين من الدار، الجيران متقلقين وعندهم حق متقلقين. احنا هوني شو اسمها البلاصة قلت لي؟ حي هلال. حي هلال فما البلاستيك هذيا، وشوف الماء ما نجيش، اخذ الماء. ماذا ديما هكا ملي كان لبس عليه وشاركنا فيه الجيران وكان يتسلب للصبخه يعملوا كي جات الاشغال الاخيره علوا في الكياس تحفر البحر مياه الامطار ومشى تكسر. ولا تصور انت معناها مياه راكده ذبان نموس ولا حاله مجزيه لا انا زوز ما طالب عامل. دونك شنو مطلبكم؟ مطلبنا هذه عين طعمين تاع ماء حلو. اي وكلمنا بتاع الماء دار الماء كلمناهم يجي 6 مرات وقالوا تو نصلحوا ما يصلحوش. هاكي تشوف على عينيك ديال البلديه يا سونيد بربي المياه الراكده هذيا، المياه الراكده هذه تعمل الناموس، تعمل الامراض، تعمل الوباء، تجيب لنا الوباء. بربي انقذوهم الناس هوني في حي هلال، الناس محليهم، العائلات محليهم، يعاونوا في بعضهم، يبارك لهم بربي يعاونوهم. خرجنا من دار ختي عائشه دونك جماعه عندهم امانه باش يشريو فريجيدير وماشينه لافي. ماشينه لافي بالطبيعه لازم سهله باش نجم المراه تستعملها الحق. شفنا الفريجيدير هذا ايجا صديقي شو اسمك؟ محمد الهادي. يا محمد الهادي باش تعاوننا يا محمد الهادي. والله ينعمك ايجا يبارك لك يا محمد. الله ربي عايش الفريجيدير هذا باش نزور خالتي عايش. انا نخاف على الزيد، نخاف على الغاز، على كل شيء. شوف سومه بالجديد قداش؟ ليه ليه مش جديد، انا رسمي امورها واضحه. قطعه تبيع روحها وهذا يفعل الخير. قد يا خويا كيما حكمت انت؟ لا حكمت انت. انا قبل قلت طيح لي 700، طيح لي 700. انت قلت 700 قلت لك انا برا مثال كيف مثلا مش زلمه عائله. وتوا كي نوليو بالكاميرا 650 نمشي يا قلب كبير محمد الهادي. ايوه نعمل خير يا 650 650 هذا يا بركه. 2 3 4 5 6 هذوما 640 عندهم 50 عندهم 40 يوم ما يسالش وخي قشقش ما يسالش عنده الحق مع زوالي فعل الخير مع زوالي قشقش انا مع يعيشك هذا مش فيزل دارو فما كاميرا مسلسه يا واو صديقي باش توصل لنا الفريجيدير اوكي بصحتك. في جيل خدام من مالسين جينا لهوني الالكترو البرهوني، جينا هوني الالكترو البرهومي دونك حابين الحق ناخذ كيف كيف غساله ماشينه لافي سمي اوتوماتيك. شفتوا مسكينه قداش تغسل المراه حوايج، معناها مسكينه معاناه، تصور كل يوم كل دقيقه وهي تك تك تغسل، معناها معاناه. دونك جماعة يعطيهم الصحة نتاع الاسوسياسيون فاتن ومروة، دونك قالوا له الأمانة اللي عندنا في دينا خلينا ناخذوا لهم ماشينة لافي. دونك دخلنا لهوني قال مانيش ناخذ فلوس، يبارك لهم يعيشهم محرز البرهومي يبارك لك يعطيك الصحة، تلقاه في صحتك، تلقاه في صغيراتك، وربي يوسع رزقك وربي يشد لك في صحتك. محليهم الناس اللي تعاون الناس. سي محرز البرهومي تحياتي وربي فضلك وربي خليك. ما دام الخير موجود وهما هوني الالكترو نتاع محرز البرهومي عملوا معنا جيست، ما حبوش ياخذوا حق الماشينه لافي. قلت ما دام الخير، قلنا ما دام الخير موجود نشريو تلفزه، نشريو تلفزه. تلفزه يطولي سومها يعمل في 350 ل 440 مكتوب 440 ما مش عملنا فيها سوم كمان، مش تولي خفيفه
يعطيهم الصحة دونك عملوا ناسهم في التلفزة ويبارك لهم عطاونا ماشينة لافي بليس دونك التلفزة باش نهزوها كيف كيف خاطر المرأة قالت لي قلت لها شنو هي قالت لي ماذا بيا تلفزة يعطيها الصحة هاي التلفزة موجودة أني رجعت لك يا خير رجعنا لك اسمع مش قلت نحب على تلفزة ونحب على غسالة ها نحب على شنو آخر دوش ما عندوش باش ندوش لا لا دوش ما جبتلكش الدوش شيزة قالت عايزة هذيك الفنجيدي يا يرحم والديك وهذا هي الماشينة لافي باش تحك يرحم والديك باش تحيدي ربي يخليك وهذيك التلفزة مكتب على التلفزة أكثر حاجة فرحتك شنية فرحوني كل فرحتوني أنت شو وجوكم أنتم فرحتوا شفتوا من فرح هو مش احنا لو حتى هما هي كلكم كلكم هكا ولي هي بكلكم أنا جيتك خاطر هما والله يرحم والديه يرحم والديه ربي يبارك لك ربي كثر منها من الناس ربي يخليك ربي كثر منها من الناس فرحانة الحق لا مهم أنت فرحانة فرحانة برشا لا الحمد لله تعرف الزغرة زغرة راه ربي خليك هذايا هي قفتنا اليوم محلاك قفة بصغاريت محلاك قفة بصغاريت مرسي للناس الكل باي باي.